اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف هذا الفليفلة، طبعا هذا عملية رش. طبعا هنا اليوم احنا تغذية فقط، سماد ورقي، لكن في نفس الوقت عملية اللي هو الرش المبيدات بنفس الطريقة هذه. اللهم تكون السرعة أخف، الآن لو تلاحظوا سريع في الرش، بس يكون يفترض أخف من كده. بس هنا لو تلاحظ شوف جميع الأشجار مغطى بالماء. شوف كذا ما شاء الله، شوف أزهار من أحسن منكم. جميع الأشجار الله يسهل ويوفق لك الخير، يطرح البركة.